تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بعمل الترتيبات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة للمملكة المغربية الشقيقة بالتعاون مع الوزارات الحكومية والجهات المعنية للعمل على توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة، ونسألكم بداية عن أين وصلت جهودكم في المؤسسة لوضع توجيهات جلالة الملك المعظم موضع التنفيذ بخصوص تقديم المساعدات للأشقاء في المملكة المغربية. مرحبا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. طبعا احنا من الساعة الأولى من الكارثة الأليمة نتابع الأحداث، وحسب توجيهات سيدات الملك قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة. فلجلالتي شكر لتعاونها ووقوفها مع الأشقاء، وخاصة المغرب مكانة كبيرة عند البحرين والبحرينيين. فشكر لجلالتي، شكر لسمو ولي العهد، ولولا تعاون جميع الوزارات لما قدرنا نتحرك بالسرعة المطلوبة. لهم جزيلا من جزيل الشكر، والشكر طبعا لقائد العمل الإنساني على متابعته واهتمامه. الحمد لله قمنا بالتنسيق للحملة الإغاثية، وقدمنا الخطة من أمس من الساعات الأولى من الزلزال لسمو الشيخ ناصر وعرض على جهة الملك، وتمت الموافقة على الخطة اللي حسب نظامنا في أسرع وقت ممكن نقدم المساعدات الإغاثية اللي هي عبارة عن أدوية، خيام، وبعض الأشياء اللي يحتاجونها في هالمرحلة الصعبة من الأحداث. ونسقنا مع وزارة الصحة، مع وزير الصحة ومع الدكتور وليد المانع، ما قصروا، أخذوا الترتيبات الآن لشراء ما يعادل 500,000 دينار من الأدوية إضافة إلى مواد أخرى ذكرته، وقمنا بحجز طائرة شحن، وفي أسرع وقت ممكن راح طائرة تنتقل إلى المغرب. ونسقنا مع مؤسسة الملك محمد السادس بالنسبة لتوصيل المواد، وحسب خطتنا أول شيء توصيل المواد الإغاثية الضرورية، وشيء ثاني عندنا الجزء الثاني المساعدات التنموية. فبعد ما تقوم الدولة والمسؤولين بحصر الأضرار قلنا لهم يخلون لنا نصيب من طعن الشرف لتقديم هدية البحرين وليست هي منا في الوقوف مع أشقائنا. فالخطة مساعدة، أما ترميم مدارس مستشفيات كما يحدث في بعض الدول أو بناء مشاريع جديدة، فمثل ما قلت الخطة الأولى الآن طائرة تتحرك. الخطة الثانية يعني أروح مع رئيس وفد للاجتماع مع المسؤولين في المؤسسة الملكية هنا، وعن المسؤولين عن الإغاثة، والاطلاع على الموقع والتنسيق للمرحلة الثانية. التعاون من جميع معنا الحمد لله، كل الوزارات، قوة الدفاع معالي المشير لك كل التقدير، فخلى كل إمكانياته تحت يعني تصرفنا، وأي خدمة نحتاج لها هم أبدوا سعداتهم لهم الشكر. نشكر كل اللي وقف معنا، وأطمنكم الحمد لله الأمور ماشية حسب تنسيقنا مع المغرب، والخطوات اللي هم يطلبوا منا نأخذها لتوصيل المواد للمكان المناسب وفي أسرع وقت ممكن. وما احنا مستعدين، بدأنا من أمس الساعة 11 بالترتيبات اللازمة، وحصلنا الموافقة النهائية الساعة 2 الظهر، وانطلقنا إلى العمل، والكل قاعد يشتغل في المؤسسة كخلية نحل، ولنا الشرف أن نخدم أهالينا
في المخرج. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.